وبعدين انت مالك لابس كده؟ هو ليه لابس شورت؟ ليه هو مش الدنيا برد برضه ولا انت البعيد ما بيحسش؟ يا جيسي يا جيسي جيسي. ايوه يا بابا انا جاي. ممكن تجيبي لي كوبايه ميه يا بابا؟ حاضر من عينيا الاثنين. اتفضل يا بابا. شكرا يا بابا. خدي لك اي مكان. ماشي يا بابا. شكرا يا بابا. العفو عليك. جيسي يعني ما زهقتيش من طلباتي يا جيسي؟ لا طبعا يا بابا. فيكي؟ وانت يا فيكي يا بابا مش متضايقة ان انا اعمى؟ لا متضايقة عليك بس يا بابا. يعني مش بتتكسفي قدام الناس لما باباكي بيبقى اعمى؟ لا طبعا. عارفين يا جيسي وفيكي انا كان نفسي نظري يرجع بعد العملية عشان اقدر اشوفكم قدامي وانتوا بتكبروا وتخشوا المدارس والكليات واقدر اجوزكم كده وتكونوا كبار كده. انا اخر مره شفت فيكي ولمستها بوشها وشفتها قدامي وكان نظر موجود كان هي عندها سنه وانت كان 3 سنين يا جيسي، يعني اديلي بالظبط 8 سنين ما شفتكوش. بابا ما تزعلش، احنا بنحبك قوي ومش بنزعل من طلباتك، احنا بنحبك زي ما انت. شكرا يا بابا، انا بحبك قوي. خلصت مذاكرة؟ لا يا ماما في حاجات مش عارفين نقراها. طبعا ما انا بس اللي بعرف اتنيل اقرا. معلش ما انا غصب عني، لو بعرف اساعد كنت ساعدت. طبعا وهو انت اصلا بتعرف تعمل حاجة؟ ما انا كنت بعرف بس دلوقتي غصب عني. وانا هفضل في الزفت ده بقى لحد امتى؟ زفت؟ بتسمي عيشتك معايا زفت؟ ايه ده؟ وانت شايف غير كده؟ كتر خيرك يا ستي. لا ده انا خيري كتر قوي الصراحة وما بقتش مستحملة. طب انا اعمل ايه يعني؟ وانا كمان امين ايه؟ انا حاسة ان حياتي بتضيع وانت قاعد زي ما انت كده. انت بقيتي ازاي كده؟ ازاي وصلت المرحلة دي؟ من المرار اللي انا عايشة فيه يا اخويا. قوموا يا حبايبي يلا جيسي وبيك قوموا خشوا على الأوضة جوا يلا يا حبايبي يلا يلا. وبعدين انت مالك لابس كده؟ هو ليه لابس شورت؟ ليه هو مش الدنيا برد برضه ولا انت البعيد ما بيحسش؟ ما انت قبل ما تنزلي ما طلعتيش لبس البسه وما لقيتش غير اللبس دوت اللي لقيته موجود العيال جابهولي لبسته. ما لقيتش انت ما بتعرفش تعمل اي حاجه خالص؟ انا زهقت بجد. ايه المرار ده؟ مرار؟ العيشة معايا بقت مرار؟ بقولك ايه؟ بص انا ساكتة غلب، حقيقي ساكتة غلب، اوف! متزعلش قوي، حقك عليا. شفتي جيسي امك بتعملي ازاي؟ معلش يا بابا، احنا دايما جنبك يا بابا مش هنسيبك. عارفة يا جيسي؟ يوم ما عرفت ان انت بنت اتضايقت شوية، بس النهاردة بشكر ربنا ان انت واختك جنبي. ودايما واقفين جنبي في كل حاجه. احنا بنحبك قوي يا بابا. وانا بحبكوا جدا يا بابا. وانا بحبكوا. ما تزعلش يا بابا، احنا دايما جنبك. يعني مش هتيجي في يوم من الايام تستعروا مني قدام الناس ان انا اعمى؟ لا طبعا يا بابا. اكيد.